اهلا بيكم في سوبر ماما، ومع حلقه جديده من حلقات على الميزان. النهارده هكلمكم عن ريجيم رمضان، وقبل ما اتكلم عنه احب اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ومصر طيبه وكل الامه الاسلاميه طيبه. ريجيم رمضان ده يعني ان شاء الله نحاول نكسب من رمضان ان احنا نخس شوية كيلوغرامات، عشان في ناس كتير جدا للأسف بتتخن في رمضان، فاحنا عايزين ان شاء الله نستفيد من رمضان باننا على الاقل لو ما خسناش يبقى ما نتخنش. وان شاء الله برضو بالرجيم اللي هقوله لكم هنقدر برضو نخس شوية كيلوغرامات. ايه هو بقى الرجيم ده؟ اولا احنا ان شاء الله هنكون صايمين طول النهار، عايزين اول ما نفطر هنفطر على شوربه. الشوربه دي بقى مش لازم يا جماعه تبقى شوربه كريمه وشوربه شعريه وشوربه مهلبيه وحاجات من اللي بتزود في الوزن دي، فممكن نقول مثلا احنا بنسلق الفرخه او بنسلق اللحمه وبناخد شوربتها. بعد كده بناخد طبق سلطه كبير جدا، في طماطم وخيار وفلفل الوان والخس والجرجير، وممكن نحط عليه خل وملح وليمون بس بلاش زيوت. هيقولوا لي طيب نحط نقطتين زيت زيتون او نحط نقطتين زيت ذرة؟ شوفي هقول لك حاجه، لو انت مش عايزه تخسي قوي يبقى ممكن تحطيهم. هو زيت الذرة وزيت الزيتون، بالذات زيت الزيتون مفيد قوي في انه بيقلل الكوليسترول الضار وبيزود الكوليسترول النافع، يعني كله فايده لكنه فيه سعرات، فاللي عايزه تخسي يبقى ما تحطش زيوت. بعد طبق السلطه هنسيب الاكل ونقوم نصلي المغرب، ونطول شويه في صلاه المغرب ناخد راحتنا كده ونصلي السنه. ليه بقى؟ ايه الفايده؟ علشان السلطه دي مليانه الياف، فالالياف بتفرش في المعده وبتحسسنا جدا بالشبع، يعني لما نرجع ناكل هنبقى حاسين بان احنا شبعانين، يعني مش نهيمين في الاكل قوي. لما بنرجع بقى بناخد الخضار بتاعنا اللي بيكون نايف، نايبة مية، فاصوليا، كوسة، سبانخ، دايما اطبخوا بالطماطم بلاش الصلصة. وهناخد معاها ربع رغيف بلدي او 3 معالق رز، وناخد بقى ربع فرخة، قطعة لحمة، سمكة، اي حاجة من دي. ممكن في ناس كتير قوي تحب تفطر على الفول المدمس، فممكن ناخد برضو 3 معالق فول مدمس. بين الفطار والسحور هناخد فاكهة، طبعا في ناس كتير بتحب الخشاف، فهناخد 3 بلحات بالعدد ومشمشاية وقرصياية وتينية، وهيكونوا منقوعين من قبلها بيوم عشان ما نضطرش نحط عليهم سكر. لما بيتنقعوا من قبلها بيوم بيدوا السكر بتاعهم الطبيعي فبيبقى كافي جدا. وبعدين ممكن بقى نشرب قهوة، شاي، كل المشروبات اللي احنا عايزينها. ولو حبينا نشرب ممكن نشرب طبعا عصير برتقان او عصير جوافة، ممكن تعملوه بطريقة لطيفة قوي، جوافة على لبن خالي الدسم على السكر. وهكلمكم عن انواع السكر في حلقة قادمة ان شاء الله. السكر احسن انواع اللي هي بتبقى مستخلصة من الذرة وكده وما فيهاش مادة الاسبرتام الضارة. ممكن ناخد كمان كركديه بالسكر ده، ممكن بقى ناخد شاي قهوة زي ما اتفقنا ونسكافيه والحاجات اللي بنحبها او بنبقى محتاجينها بين الفطار والسحور. على السحور عايزه انصحكم بس شويه نصايح. اولا لازم نبعد عن الاكل التقيل وذات المقليات والحاجات دي، لان كل ده ممكن يسبب لنا تاني يوم حموضه جامده قوي هتضايقنا في الصيام جدا، وهتسبب لنا كمان عطش، ونقلل الحوادق بقدر الامكان. يعني ممكن نتسحر زبادي، فول مدمس، بيضه مسلوقه، ونبعد بقى عن المحمرات والمشمرات والحاجات دي في السحور. كل ما بعدنا عن الحاجات دي بنرتاح اكتر وبنشرب ميه كتير وبنرتاح اكتر في الصيام تاني يوم. من الحاجات الجميله كمان في السحور طبق السلطه، الخيار، الطماطم، الفلفل الالوان، كل دي من الحاجات الجميله اللي تساعدنا على صيام هادئ وجميل في اليوم التاني. الملح بيعمل لنا تخزين للميه نبعد عنه باي طريقه، وزي ما اتفقنا المقليات والحاجات السمينه وكده. هتقولي طيب يعني في رمضان يا دكتوره عزه مش هناخد حاجه حلوه ولا حاجه؟ اقول لكم لا، ازاي هناخد حاجه حلوه؟ ممكن ناخد قد صباعين من صوابعي انا، دي مش صباعين كبار قوي كده، قد كده. ممكن ناخد 3 مرات في الاسبوع قطايف او كنافه او بقلاوه او اي حاجه من اللي انتوا عايزينها، بس بلاش نفتح فيها قوي لان الحاجات دي فيها دهون جامده وفيها نشويات جامده وهتزودنا جدا في الوزن.
وإن شاء الله مع نصايحي يبقى الصيام سعيد. وكنت معاكم أنا الدكتورة عزة الجوجري، أستاذة الطب الطبيعي وعلاج السمنة في كلية طب عين شمس.